كنت تلميذة جديدة وما كان عندي أصحاب. بتذكر كان في بنت مأزية كتير ومحاطة بجيش من الرفاق، كانت تعيط لي الناصحة والبشعة، وهالأمر كتير زعلني وضل بذهني. اقتنعت وصدقت أني ناصحة وقررت أني أخسر وزن. صرت ضعيفة بشكل مخيف وبلشت استوعب أنه أنا عم بعاني من اضطراب الأكل النفسي. ما بذكر شي من بعدها إلا أنه أخدوني على المستشفى. رجعت لوزني الطبيعي، وبالمدرسة كنت بلشت كون أصحابي ضلوني يقولولي أنت منك ناصحة وبشعة، أنت كتير حلوة ورائعة مثل ما أنت. وهلأ بحس حالي كتير منيحة